اختتمت القوات المسلحة السودانية احتفالها بالعيد 67 بالمنطقة العسكرية الشرقية في إشارة للإنجاز الكبير الذي حققه الجيش السوداني باستعادة لمنطقة الفشق بولاية الجضارفة والتي كان يحتلها مزارعون وقوات إثيوبية. وقال الفريق والركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة إن احتفال القوات المسلحة بعيدها بالفشق تأكيد على سودانية المنطقة وأن القوات المسلحة بذلت الدماء من أجلها. نحن كلنا كحكومة في الفترة الانتقالية مصممين أن نعمر هذه الأرض، وحنعمرها إن شاء الله بإذن الله تعالى حنعمرها، وهسه دي البداية. نحن نقول دي البداية. رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك أكد أن استعادة الفشق هي استعادة لكرامة الجيش والشعب السوداني، كما عبر عن أمله أن تكون المنطقة الحدودية مع إثيوبيا منطقة للتعاون والسلام مع احتفاظنا بحقنا في حماية أرضنا والدفاع عنها وعدم التفريط فيها. نحن ما دعاة حروب، إثيوبيا جارة وشقيقة تربطنا بها علاقات تاريخية، لكن بكل تأكيد نحن قادرين على الدفاع عن هذه الأرض. المواطنون في منطقة الفشق خاصة منطقتي وضع عروض ووت كولي أكدوا أن الجسرين اللذين تم افتتاحهما سيكون لهما أثر كبير في تسهيل الحياة وعمليات التوسع في الزراعة والتنقل في المنطقة دون خوف من هجمات الميليشيات الإثيوبية بفضل القوات المسلحة وانتشارها في المنطقة المستردة. كون الليله الشرق ده يرجع علينا اراضينا ترجع علينا ويكون في كوبري بالطريقه زي دي، يعني الحمد لله نحمد ونشكره. فانا اقول دي محمده والله الحمد لله رب العالمين، فده انجاز كبير جدا جدا. قبل ما الكوبري ده كنا بنعاني شديد، يعني حتى البهايم هنا ساي ما بتقدر تمشي، ولا عندنا الجناين دي كلها، الارض دي كلها جناين، ما في يعني وسيله عشان نقدر نغدر ولا عيش. لكن الحمد لله بحس بوجود الكوبري بوجود الامني الحمد لله. يذكر أن جسر أوت كولي يعتبر معبرا مهما لمنطقة الفشق الصغرى إلى جانب شبكة الردميات التي تم تشييدها بواسطة سلاح المهندسين بالقوات المسلحة السودانية. إحساس كبير بالفرح والأمان يشيع هنا في منطقة أوت كولي بمنطقة الفشق الصغرى، كما تسود هذه الأجواء التي تمتلئ بالإخضرار، وأمال كبيرة تعتمل في نفوس المواطنين بأن يعودوا إلى حياتهم الطبيعية وإلى زراعتهم وإلى أرض الأجداد بعد أكثر من 20 عاما من استلاب هذه الأرض. سهام سعيد، قناة الغد، منطقة أوت كولي، ولاية الجضارف، شرقي السودان.